يساعد مشتل السماع. هنشرح ندي فكره بسيطه بس عن تجهيز الصوبه في بدايه تعبئه الكاس. عندنا بنبدا الاول اول مرحله بنبدا نجيب الرمله البيضاء اللي هي رمله المحضر. ارض رمله ايه، ما بنعبيش من التربه الارضيه العاديه، احنا بنجيب رمله بيضاء ونبدا نفردها في الارض. وبعد كده بنبدا نجيب بعد فرد الرمل بنبدا نشتغل، بنجيب الكومبوست، ده كومبوست اللي هو المخلفات المدن، بنحط بنسبه حوالي 75% كومبوست، وبنحط بنسبه ان الرمله البيضاء دي فقيره جدا، فبنضطر نزود فيها الغذاء في الكيس عشان يدينا عود شتلم ويعني بوصفات مميزه. بنحط بنسبه 75% كومبوست، وبنحط بنسبه 25% جله معارف يكون جايه، بنجيبها بره بننشفها فتره طويله، تاخد لها مش اقل من 4 أو 5 شهور ننشف الجلد السابق ده كويس، وبعد كده بنفرده في الارض وبندي بنحط حوالي الصوبه ال 20,000 دي بنحط لها حوالي 3 شكاير كبريت زراعي اللي هي الـ50 كيلو، وبنحط لها حوالي 10 شكاير نص طن سوبر. بنبدا نفرد السبخ ده ونقلب التقليب كويس في الارض، بنعم السبخ ده كويس والكمبوست نظبطه مع الرمله تمام، وبنحاول ان احنا ما ناخدش اي كميه رمله من الارض السوداء عشان ما تعملش معانا فطريات وما تعملش معانا مشكله في الكيس. ونبدا نفرد وننزل السباخ بتاعنا والسوبر والكبريت، ونبدا بعد كده نفرم بالجرار مره واثنين وثلاثه، ونبدا نعبي الكيس عشان يبقى الخدمه فيه جيده جدا ويطلع معانا عود شتله مميز او عود شتله جاهز للتسويه. ده فكره بسيطه بس عن التعبئه وعن التجهيز بتاع الصوبه، وبالتوفيق ان شاء الله موسم جديد علينا 2020، وربنا يا رب يجعله موسم جديد وان شاء الله يبقى موسم خير باذن الله. كان معاكم علي سعد مشاتل السماح، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس وبصل للمعلم ناصر فهو بيخرب الكاس، وعم محمد ربنا يبارك لهم يا رب. الله ينور يا حاج ناصر. الله يخليك يا عم علي. التسع تخرام يا حاج ناصر. موجود يا حاج وكله تحت السيطرة. الزومبا الواسعة يا عم ناصر. هات كده بقى، هات لفه من اللي انت بتخرمهم دول. ايه شبل جديد اهو، بنعلموه التخريم عشان يقضي يكمل المسيره بعد الحاج ناصر. كله عمال يبعت لك رسائل يا عم ناصر، كله عامل لك سياحه يا عم ناصر.
السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بنحمل أصول سكري بشتلة، بسم الله ما شاء الله، حاجة يعني محترمة. حمل 1300 عود رايحين رشيد البحيرة. شتلة بسم الله ما شاء الله، خليين من أي التفافات أي أمراض أي حاجة. هنا بيتم فرز الشتلات الضعيفة.